فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل يجوز أن أوتر بعد العشاء مباشرة؟ وأيهما الأفضل، في المسجد أم في البيت؟ نعم، يجوز للإنسان أن يوتر بعد صلاة العشاء مباشرة إذا كان لا يريد القيام من آخر الليل. أما إذا صنع أن يقوم من آخر الليل فليؤخر الوتر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقوله: من طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهورة وذلك أفضل. فهذا التفصيل بالنسبة للوتر.